الاكتئاب النفسي هو مرض العصر، ونسبة حدوثه في المجتمع تقارب من 15 إلى 20% في أي مجتمع جميع أنحاء العالم. هناك الاكتئاب النفسي يصيب عادة المرأة ضعف ما يصيب الرجل. الاكتئاب النفسي أسبابه متعددة، منها الأسباب الوراثية، إذن هناك في استعداد وراثي حدوث بعض الحالات في العائلة هناك عرضة أكثر للاكتئاب، وهناك الأسباب البيئية أو الظروف الاجتماعية التي عاشها الفرد أثناء الطفولة، وكذلك الأسباب العضوية، لأن هناك بعض الأمراض العضوية مثل مرض الغدة الدرقية، زيادة إفراز في الغدة الدرقية، تناول الأدوية أو الكحول أو بعض العقاقير المهدئة قد تؤدي إلى الاكتئاب، وبعض الأمراض المزمنة. إذن الاكتئاب النفسي يصيب كافة شرائح المجتمع ولا يفرق بين ذكر أو أنثى أو لا يعرف عمرا معينا. قد يصيب بعض الأطفال بالاكتئاب النفسي، ولكن الأعراض تختلف على حسب الفئة العمرية. من بعض أمراض الاكتئاب النفسي نذكر ما يلي: أولا، فقدان الاهتمام بالواجبات اليومية وعدم الاستمتاع في الأمور التي كان يستمتع فيها الشخص منذ قبل، وكذلك المزاج المتعكر أو المزاج المتدني أو الشعور بالاكتئاب والحزن لمعظم أيام الأسبوع ولفترة لا تتجاوز أو لا تقل عن الأسبوعين. هناك فقدان في الشهية أو زيادة في الشهية، النوم يكون مضطرب، إما زيادة في النوم أو في نقصان النوم، نقصان الوزن كذلك، وكذلك في يوجد حدوث بعض الاضطرابات النفسية الأخرى مثل العصبية الزائدة، الأوجاع المختلفة في جميع أنحاء الجسم، وكذلك الأعراض النفس جسمية التي تصاحب هذا المرض. هناك بعض فقدان الشهية أو ما يسمى فقدان الرغبة الجنسية عند كلا الجنسين. الاكتئاب النفسي ليس هو الحزن، إذا الإنسان قد يمر في فترة من الحزن بعد فقدان أحد الأعزاء أو بعد صدمة نفسية أو عاطفية، وهذه فترة الحزن الطبيعية قد تستمر لعدة أيام، لكن الاكتئاب النفسي شيء مختلف، فترة الحزن فيه أو الأعراض تستمر إلى ما بعد الأسبوعين، وهنا يجب علاج هذه الحالة إذا استمر الحزن وأعراض الاكتئاب لهذه الفترة الطويلة التي تتعدى الأسبوعين. العلاجات التي تعطى لمرض الاكتئاب هي مضادات الاكتئاب، وهناك أدوية حديثة تعطى الآن لعلاج الاكتئاب ولها فعالية ودون حدوث مضاعفات جانبية. هناك العلاج السلوكي المعرفي لعلاج الاكتئاب، وفي من خلالها يتم طرد الأفكار السلبية التي تصاحب الاكتئاب، وأن الاكتئاب إذا لم يعالج قد يؤدي إلى الانتحار، لأن نسبة حدوث الانتحار في حالة الاكتئاب تتجاوز 15 إلى 20%.